تصابون بالشهقة؟ قال نعم، هذه كلمة السر بأن الحرب ضد العراق ستبدأ الليلة. قلت له أن كلمة السر كانت في الحرب مع الفيتنام هي وايت كريسمس، يعني عيد الميلاد الأبيض، والآن هي شهقة الأطفال. هذا ليس موقعا عسكريا، ولم يكن كذلك يوما ما. إنه المعهد الفني في نينوى التابع لوزارة التعليم العالي. لقد ضربت الطائرات المعادية ثلاثة مثله في بغداد، واثنين في محافظة واسط، ومعهدا في محافظة صلاح الدين. هل أحدثكم عن الأسلحة التي تنتجها هذه المعاهد والتي استهدفتها صواريخ الدمار؟ إنها تخرج فنيين متخصصين بالزراعة والصناعة، وهم بلا شك أسلحة. أسلحة يملكها العراق لتنفيذ مشاريعه التنموية للنهوض بالبلاد، وهذا ما لا يريده الأعداء. والاستكمال الحصار والضرر، استهدفوا المواصلات ووسائط النقل، فضربوا الموانئ في المعقل في ام قصر ومرافق مشروع شط العرب. واذا كان النفط مادة استراتيجية، بل هي المادة الاكثر حيوية للقوى الامبريالية، جعلت منطقة الخليج العربي توصف بأنها منطقة المصالح الأكثر حيوية للولايات المتحدة والدول الصناعية في العالم، وأن طائرات العدوان استهدفتها في اليوم الأول لهذا السبب. فما بالهم يستهدفون معملا للإسفلت ومقلعا للحصى في البصرة تابعا لشركة الفاروق للمقاولات، وأبنية سكة حديد بغداد القائم عكاشات باتجاه الحدود السورية. أكل هذه أهداف استراتيجية تدخل ضمن قائمة الحرب النظيفة؟ إذن لنريكم المزيد من الأهداف المدنية التي أصيبت في اليوم الأول للعدوى. لقد أصر المعتدون على أن يتوجوا يومهم الأول بقطع وسائل الاتصال بين أنحاء العراق تحت ذريعة سموها قطع الاتصالات بين صدام حسين وجيشه، كما لو أنهم كانوا يستهدفون الاتصالات العسكرية، ولكنهم في الواقع استهدفوا متعمدين وسائل الاتصال المدنية ذات الطبيعة الحضارية.
أتريدون قائمة اليوم الأول لما أصيب من مراكز الاتصال المدنية؟ إضافة إلى ذلك نزيدكم مما استهدف العدوان في يومه الأول من مراكز اتصال حضارية: محطة النصر الفضائية، محطة عرسات للنقل التلفزيوني في بابل، محطة تلفزيون البصرة، محطة إذاعة بابل. كل هذه الجرائم ضد الأهداف المدنية والمنشآت الحضارية تمت في اليوم الأول للعدوان الذي أطلقوا عليه حربا نظيفة، والذي قال فيه بوش أنه لا يستهدف الشعب العراقي. هذه شيء مما تم في اليوم الأول. في اليوم الأول للعدوان أين كان الرئيس القائد صدام حسين؟ لم يكن في الملاجئ ولا في الأقبية، كان مع أبناء شعبه. في اليوم الأول زار أماكن عديدة من بغداد، تنقل من هنا وهناك، كان في السنك هنا مثلا. ما وزار مبنى الإذاعة والتلفزيون. لذا يا سيدي تنهض الأمة العربية من جديد. وتفقد بعض الوحدات العسكرية. وقضى معظم وقته مع أبناء شعبه في شوارع بغداد التي غصت بالجماهير التي أحاطته بالحب.